عندكم عراضه في الدار عارضين على بزاف الناس وما عرفتيوش شنو ديروا في الغداء ديالكم. بصراحه الواحد كيحير، كاين بزاف لي غونطري، بزاف ديال لي بلا وبزاف لي ديسير. هاد النهار كنعرض عليكم في الدار ديالي باش نوريكم شنو تقدروا ديروا اون فوا يكون عندكم عراضه، سواء اون بوفي ولا اطابل. غنوريكم هاد النهار كثر من 10 لي سالاد مختلفين اللي وجدتهم وتقدروا حتى نتوما توجدوهم، وهما ساهلين بزاف عاد تقدروا ديروهم الا جاوا عندكم لي زانفيتي سواء اون بوفي ولا اطابل. هنوريكم اوسي لي بلا اللي قدمت هاد النهار ولي ديفيرون ديسير اي تارت اللي قدمت في الاخر ديال الغداء، كوم سا تكون عندكم فكره ولا نعطيكم دي زيدي لي تقدروا تستعملوهم ان فوا يكونوا عندكم لي زانفيتي. غنوريكم لي سالاد بوحده بوحده، المكونات ديال كل سالاد وشنو تقدروا ديروا فيها في لاصوص، وغنوريكم في الاخر لو بوفي او كومبلي ديال كاع لي سالاد اللي قدمت هذا النهار. اول سالاد كنقدم لكم هذا النهار هي لا سالاد ايبلي ولا لا سالاد بالزرع. انا كنستعمل ايبلي لان الزرع ديالو كيجي زوين. كنديروا معاه المايس، الكاشير مقطع، الثوم، الفرماج مقطع طريفات صغار، الفلفله مقطعه، وكنديروا لاصوص بالملحه، الابزار، الزيت والخل، وسورتو لا مايونيز لانها هي اللي كتلذذ هاد لا سالاد. لا سالاد الثانيه هي لا سالاد ماكاروني. يمكن لكم تاخذوا اي بات عندكم في الدار. انا خديت هاد لي ماكاروني صغيورين، كتزيدوا عليهم الفلفله والفرماج مقطعين صغار، لي مايس، الطون، شاركوتري، وكديروا لا ميم صوص بحال لا صوص اللي درنا في لوطغ سالاد، يعني الملحه، الابزار، الزيت، الخل، وسورتو بزاف لا مايونيز. لا سالاد الثالثه اللي غنوريكم هي لا سالاد كينوا. الكينوا كيتباع في لي سوبر مارشي، دونك كتاخذوا الكينوا كتسلقوه، كتزيدوا عليه زراره زريعه كتكون ديجا منقيه مبيوعه، كتزيدوا عليه ماتيشا مقطعة طريفات، الخيار، المشماش مقطع طريفات رقاق، وكديكوريو من الفوق باي فخوي ساك عندكم في الدار. انا درت لاكاجو نوا، يمكن لكم ديرو اللوز، القرقع ولا الزبيب. ندوزو نشوفو لا سالاد الرابعه اللي هي لا سالاد البوم دو تيغ. ماشي كيما كتعرفوا هاد لا سالاد فيها البوم دو تيغ مسلوقين، المايس كاراميليزي، القرعة والبدنجال مقطعين طراف رقاق ومشحرين في المقلاة مع شوية زيت العود، والشريحة مقطعة طريفات. يمكن لكم تزيدوا حتى شوية الزبيب مع هاد لاسالاد، انا ما زدتوش هاد النهار. وندوزو لسالاد واحدة اخرى. لاسالاد اللي كنوريكم دابا هي لاسالاد اناناس كور دو بالمي ولي ميني مايس كونسيرف اللي كيتباعوا في لي سوبر مارشي. يمكن لكم تزيدوا على هاد لا سالاد حتى المونغ تريفات، سواء المونغ ناتوريل ولا كونسيرف. وهاد لا سالاد لذيذه بزاف وفريش وكتعجب بزاف لي زانفيتي. بالنسبه للصوص درت اون بيتي صوص فينيغريت بالملحه والخل والزيت والابزار، ومن التحت درت الخس كما كتشوفوا في لا فيديو. ندوزو نشوفو لا سالاد الجايه اللي هي لابوراتا بلي ليغوم. كما كتشوفو من التحت درت توجور الخس، درت فوق منه دي ترونش فين ديال القرعه وديال البدنجال اللي كنكون ديجا دوزتهم في المقله محمرين ولا في لو فور، معهم اوسي الفلفله سوتي، شامبينيون سوتي، لي زو دو كاي اللي ديجا سلقتهم ونقيتهم على الافونس، وكنديروا من الفوق لي بوراتا. انا درت هنا جوج كبار، يمكن لكم ديروا على حساب الناس اللي غيجوكم، يا اما اربعه كبار ولا لي ميني بوراتا. لا سالاد اللي كتشوفوا دابا سي الفيرميسيل او كروفات. كنديروا مقله فيها البصله مقطعه رقيقه بزاف، لي شامبينيون نوار اللي ديجا كنكونوا رقدناهم وقطعناهم رقيقين بزاف، الزبده، الملحه، الابزار، زي شويه زيت العود، وبزاف لاصوص صوجا.
كنزيدو aussi les champignons frais باش كيتلقوا شويه وكنزيدو les crevettes. Une fois que توجد la sauce كنخلطوهم بالفيرميسيل اللي ديجا سلقناها من قبل. La salade vermicelle كتقدم شويه سخونه وكتجي لذيذه بزاف. ونشوفوا la salade الجايه واللي هي la salade César poulet. هاد لا سالاد من احسن لي سالاد اللي يمكن لكم تقدموا لي زانفيتي ديالكم. كتبداو بالخس اللي كتقطعوه طريفات صغار كديروه في ان بول. كتوجدوا لا صوص في المولينكس اللي غنعطيكم لتحت في الكومونتير كيفاش تصيبوا لا صوص ديال هاد لا سالاد سيزار. كديروا دي مورسو دو بولي في لا بويل مع شويه ديال الزبده الملحه والابزار والزعتر. كتخليوهم حتى يطيبوا كما كتشوفوا دابا كيجيو في هذا المنظر. الوغ بالنسبه للدريساج كديروا لتحت الخس مع لاصوص اللي صايبتيو ديجا فوق منه لي مورسو دو بولي اللي ديجا وجدتيو ومن الفوق كديروا لي كروتون دو بان. الوغ كتاخذوا لو بان لي توست كتقطعوهم دي بيتي مورسو كتزيدوا عليهم ملحه الابزار الزعتر وزيت العود وكديروهم في الفران يتحمروا. من فوق لي كروتون كتزيدو دي مورسو دو فرماج. لا سالاد سيزار من احسن لي سالاد اللي يمكن لكم تقدموا لي زانفيتي ديالكم. ندوزو نشوفو لا سالاد الجايه. سي لا سالاد فيرميسيل بولي. كتاخدو الفيرميسيل كديروه يتسلق شويه كتقطعوه وديروه يسقطر. كتاخدو لي ليغوم اللي عندكم. انا هنا خديت لي كاروت قطعتهم رقيقين وطوال. الخيار حتى هو كتميلونجيوهم افيك المايس مع الفيرميسيل كتحطوهم سوغ لو بلا ومن فوق منهم كديروا دي مورسو دو بولي اللي كتكونوا ديجا سلقتوهم من قبل وكتزيدوا الكاوكاو مهرمش. دوزو نشوفوا لا سالاد الجايه اللي هي لا سالاد طوماط موتزاريلا. هاد لا سالاد حتى هي سهله بزاف. كتاخذوا لي طوماط اللي كتقطعوهم دي روندير وكتحطوهم فوق الخس وكديروا فوق منهم الكروند مونزاريلا مقطعه طريفات ومن فوق منهم كديروا لاصوص بيستو اللي هي سهله بزاف. كتكون اباز دو حبق ولا البازيليك. دونك كتاخذوا البازيليك وكتطحنوه في المولينكس مع الملحه الابزار والزيت العود. يمكن لكم تزيدوا اوسي لي ميني طومات موتزاريلا. سي لي طومات سيريز اللي كتقطعوهم على جوج كديروا معاهم لي ميني موتزاريلا تا هما مقطعين على جوج. كنديروا aussi لي شامبينيون سوا فري ولا لي شامبينيون كونسيرف سوتي بالملح والابزار وزيت العود وكنخلطوا لو تو بلا صوص بيستو اللي ديجا قلت لكم كيفاش تصيبوها. هاد لو بلا تا هو كيجي لذيذ بزاف وسورتو كيجي منعش ساهل في الطياب ما كياخذش لي زانغريديون بزاف وكيعجب لي زانفيتي ديالكم. ندوزو نشوفو اخر سالاد غنقدم لكم هاد النهار هي لا سالاد افوكا كروفيت. سالاد سهله بزاف. كتاخذوا لي زافوكا كتقطعوهم على جوج وكتقطعوهم اون دي بيتي مورسو كتحطوهم فوق الخس وفوق منهم كتاخذوا لي كروفيت ولا لي غامباس كتسوطيوهم بالملحه والابزار وتصفيوهم وديروهم فوق لي زافوكا ديالكم. كتقدروا تزيدوا تزينوا يا اما بلي مايس ولا كيما درت انا بلي زو دو كاي. فوالا لي ديفيرون سالاد اللي غنقدم لكم هاد النهار كيما كتشوفوا دابا. يمكن لكم تحطوهم في اون سول طابل ويجلسوا الناس سوغ لا طابل كوم يمكن لكم تحطوهم في البوفي. كيما كتشوفوا معنا دابا لي ديفيرون سالاد اللي صيبنا هاد النهار ما احتاجوش مجهود كتير وما احتاجوش لي زانغريديون بزاف وهما سهلين في الطياب. كيما مولفاكم تقدر نقول لكم شنو هي احسن سالاد عجبتني هاد النهار باغمي كاع هاد لي سالاد اللي وريتكم. احسن سالاد كتعجبني هي لا سالاد سيزار بولي. لاصوص ديالها كتجي لذيذه بزاف وكتعجب كاع لي زانفيتي ديالي. ما تنساوش تكتبوا لي في الكومونتير شنو هي احسن سالاد عجبتكم هذا النهار باغمي كاع هاد لي سالاد اللي وريتكم. وما تنساوش تبقاو معايا حتى لا فان د لا فيديو باش نوريكم لي بلا ولي ديسير اللي حطيت هذا النهار لي زانفيتي ديالي.
وما تنساوش سورتو تابوناو لا شين ديالي وتفعلوا الجرس وتكليكوا على جام باش يوصلكم كاع لي نوفوتي اللي كنحط في القناه ديالنا. ندوزو دابا نشوفو الاطباق اللي حطيت هاد النهار. بصراحه ملي كيجيو لي زانفيتي اول حاجه كنفكروا هي البسطيله ولا اللحم بخر. انا هاد النهار فكرت نخرج على العاده ونحط سبيسياليتي بواسون. لو بواسون اللي كتشوفوا دابا هو البواسون بالصوص بلانش. اختاريت ان غران بواسون. البواسون اللي خديت هاد النهار هو لولو، كيعجبني بزاف كيكون اللحم ديالو طري. درتو بلا صوص بلانش، بلا كريم فريش و لي كروفيت، وعمرتو بلا فيرميسال ومسلالة. البواسون بلا صوص بلانش من الالات لي بواسون اللي يمكن لكم تحطوا لي زانفيتي ديالكم. نكملوا مع الحوت. حطيت جوج حوتات كبار عامرين بالفيرميسال كروفيت شامبينيون، وهاد المره بلا صوص طوماط كما كتشوفوا، سواء الميني طوماط ولا طوماط نورمال، او بالزيتون ديال المسلله. ومن التحت كاين البطاطا الفلفله ولي طوماط. والحوتات عمرتهم بلا فيرميسال كروفيت وشامبينيون. لو بلا ديال لي بواسون بالصوص طوماط ديما كيعجب لي زانفيتي، خصوصا لي كروفيت كالامار ولا صوص اللي كتكون من الفوق. نكملو توجور مع لي بواسون. لو بلا اللي كتشوفو دابا سي لي سول على كريم فريش. هاد لو بلا كيجي لذيذ بزاف، يمكن ليكم تصيبوه حتى بلا ما يكونوا عندكم لي زانفيتي. كتاخدو لي سول لي غراند سول، كتزيدو معاهم لا كريم فريش، ماطيشات الحك و سيترون، و كديرو من الفوق لي كاكاوات. الى بغيتيو لي غوسيت ديال هاد لي بلا لي قدمت ليكم اليوم، يمكن ليكم تخليو ليا ان كومونتير، كوم سا نقدر ندير ليكم دوطخ فيديو لي فيها البريزونطاسيون ولا كيفاش تصيبو هاد لي بلا. دونك الى عندكم شي عراده وبغيتيو ديرو سبيسيال بواسون، فكروا في هاد لي 3 بلا اللي حطيت هاد النهار. من غير الحوت قدمت بلا واحد اخر، هو لو بلا دو بولي اللي درتو مقلي كما كتشوفوا. زدت عليه الاناناس والمشماش من الفوق معسلين، وفي الجنيبات درت البرقوق معسل، وفي الوسط درت كسكسو اللي زينتو بلي فخوي ساك. انا هنا درت لاكاجو، النوا، اللوز، القرقاع والبيستاش، الزبيب، وحتى المشباش مقطع طريفات. يمكن لكم ديروا اي فخويساك عندكم موجود في الدار. هاد لو بلا تيعجب بزاف لي زانفيتي، ولكن احسن طبق عجبهم هاد النهار هو السول بلا كريم فريش. ندوزو نشوفو الديسير. بما انه كاين الصيف دابا، درت ان غران بلا دو فروي دو سيزون، فيه تفاح، نقاس، المشماش، البرقوق، حب الملوك وحتى العنب. درت اوسي ان بلا ديال الميلون ولا البطيخ مقطع طريفات، ودرت اوسي ان بلا ديال الدلاح. كما كتعرفوا كلشي كيبغي الدلاح بارد في الصيف. من غير الديسير صيبت هاد لا غلاس في ميزون، وكاين في اليوتيوب بزاف بزاف ديال الفيديو اللي كيوريكم كيفاش تصيبوا لا غلاس. دونك صيبوا لا غلاس على حساب لوغو ديالكم. انا صيبتها هاد النهار بالشوكولا ودرت فوق منها الكراميل. لي غلاس كيجيو لذيذين بزاف لي ديسير. الا ما عندكمش الوقت كاين بزاف ديال لي غلاس اللي كيتباعوا كيجيو لذيذين بزاف. كاين اوسي لو فلون، هذا فلون في ميزون. اوسي كاين في اليوتيوب بزاف 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 ديال لي غوسيت ديال لي فلون اللي يمكن ليكم تبعوهم. و لو فلون في ميزون كيجي خفيف ولذيذ. انا درت فلون ا لا فاني بلا صوص كراميل وجا لذيذ بزاف. درت اوسي هاد لا تارت بالفرامبواز. بصراحه كاع ما صيبتها في الدار، شريتها. كاينين بزاف ديال لي تارت، يمكن لكم الا بغيتيو ديروا بحالي الا ما عندكمش الوقت تشريو لي تارت، كوم يمكن لكم تصيبوهم في الدار. و اوسي في اليوتيوب كاين بزاف 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 ديال لي غوسيت بوغ افواغ دي تارت لذيذين بزاف. وباش ندوزو لابخي ميدي، سورتو الا كنا او بور دو لا بيسين،
كاين بلوزور غاتو ما صيبتش هاد النهار لي غاتو كاع لي غاتو اللي كتشوفوا دابا مشريين نتوما الا عندكم الوقت بيان سور يمكن لكم تصيبوا لي غاتو اللي بغيتيو ولا لي سابلي مهم توجدوا دي غاتو اللي تفرقوا على الناس في لابريميدي درت ان بلاطو دو غاتو سواري لي فيه دي غاتو ديفيرسيفيي وكيكونوا لذيذين بزاف كيعجبوا بزاف لي زانفيتي حطيت aussi un plateau pour les gâteaux بلدي وهنايا لو شوا كيبقى لكم يمكن لكم ديروا بحال اللي درت انا كم يمكن لكم ديروا توسكي بلدي غريبه كبغزال محنشه حتى هما كيبغيوهم لي زانفيتي كاين aussi plusieurs jus اللي يمكن لكم توجدوا à l'avance انا هاد النهار صيبت الموخيتو à base de citronnade نعناع و 7 up يمكن لكم ديروا كاع لي جو ناتوريل اناناس ناتوريل مطحون مانغ مطحون نتوما واللي بغيتيو درت aussi هاد لو بلا ديال لي فروي سيك لي فيه المانغ الاناناس وكاع لي فروي سيك لي يكونوا عندكم في الدار بحال القرقاع التمر المشماش الباكاني اللي عندكم اللوز اي فروي سيك عندكم في الدار كتجمعوه بحال هكا في ان بلاطو كيجي المنظر ديالو زوين والناس كيبغيو ياخذوه ويدوقوا منه نخليوكم تشوفوا في لا فان ديال الفيديو كاع لي ديفيرون غاتو اللي حطيت هاد النهار بوغ لي زانفيتي ديالي و جانسيست سي دي غاتو كو جي ديجا اشتي باسكو ما كانش عندي الوقت باش نصيب لي غاتو ما تنساوش خليو لي في الكومونتير شنو هي احسن سلطه احسن بلا واحسن ديسير عجبكم هاد النهار اولا تكتبوا لي اقتراحاتكم شنو كديروا منين كيجيو عندكم لي زانفيتي للدار ما تنساوش ابوناو لاشين ديالي وتفعلوا الجرس وتكليكيو على جيم كوم سا يوصلوكم كاع لي نوفوتي اللي كنحط في لاشين ديالي نتلاقاو نهار اخر مع اطباق واحد اخرين وصفات واحد اخرين والى اللقاء